سكن عمومي إيجاري في عين الصفرة بولاية النعامة، وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين، كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية. وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى أن اللجنة تتشكل من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء، المخبر الوطني للسكن والبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها لاتخاذ تدابير تأديبية والتحفظية ضد المسؤولين. طبعا كي أناقش هذا الموضوع يلتحق بنا الخبير في الهندسة الأستاذ جمال شرفي. أستاذ جمال شرفي، مساء الخير. إذن لجنة وزارية تم إفادها طبعا لمراقبة السكن، هذه التشققات والتصدعات الموجودة خاصة تأتي بعد احتجاجات السكان، إذن في اعتقادك هذا النوع من اللجان إلى أي مدى تساهم في ربما تأطير العمل أو العمل عمل المهندسين وعمل أيضا عمل المنظومة المتعلقة بالهندسة المعمارية بشكل عام؟ سيدتي الكريمة، أولا هذه اللجنة، وإن بطبيعة الحال نحن نبارك هذا الإجراء وقد طالبنا به منذ أكثر يعني منذ عقد من الزمن، لأنه ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات كان آخرها مشروع 200 سكن كما أشرتي لولاية الصفرة، اللي أكد أيضا بأنه هناك يعني سكنات حديثة تم استقبالها وتم إسكان مواطنين فيها، اتضح بعد ذلك بعد مدة قليلة من الزمن، يعني نوعية رديئة جدا في الإنجاز، غش كبير جدا. هذا الأمر يجعلنا نتساءل، يعني المسؤولية على من تقع الآن؟ التأكيد على 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 إنشاء هذه اللجنة، لأنه ما تم تداوله من فيديوهات ليس عين الصفرة فقط، يعني من ذراع الريش من عنابة إلى تلمسان، مرورا بالعاصمة، مرورا الوهران، مرورا أيضا مؤخرا أيضا في ولاية برج بوعريريج اللي أيضا كانت الوضعية كارثية، يعني الأجر يتم 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 نزعه باليد المجردة. هذا الأمر دل على أنه كان هناك دور غائب وهو الدور الرقابي. كان وزيرا سابقا أيضا للسكن صرح تصريحا أيضا خطيرا في ذلك الوقت، يعني منذ أقل من سنة فقط، اللي قال بأنه كل ما تم إنجازه تقريبا في العشرية الأخيرة لم يخضع للدور الرقابي، يعني الدور الرقابي الغائب المغيب الذي جعل من المقاولات يبنون كما شاءوا. وكما تعلم بأن المقاولة تمارس نشاطا ربحيا، في غياب الدور الرقابي لا يوجد مكتب دراسات المكلف المراقبة لهذه النوعية، بطبيعة الحال سيكون هناك غشا. فهذا الأمر أقول بأنه هذه اللجنة التي تم إنشاؤها يعني وأعطي إليها طابعا تقنيا ستساعد هيئات البحث القضائي أو الضبطية القضائية بالنسبة إلى الدرك الوطني، هذا دليل على فداحة هذا وخطورة هذا الأمر، لأنه الآن انتقل الغش ليس فقط في النوعية ولا في الهندسة المعمارية، ما أسميه أنا بهندسة الحاويات والنمر أو المحتشدات البشرية. هذا الأمر يعني يتعلق الآن بسلامة المواطنين، التشققات في الهيكل الذي هو يحمل تلك البنايات الآن حياة المواطنين في خطر. فلهذا طيب أستاذ جمال شرفي، الآن جمال شرفي هناك نتحدث الآن على ربما لجنة وزارية، هل هناك قوانين ربما رادعة أو ترعى هذه المسألة؟ لما نتحدث الآن على وضعية السكنات، نحن أمام سكنات كثيرة، الجزائر مؤخرا تحدثت عن مليون سكن وغيرها، هل المسألة تم الآن؟ هذا نموذج فقط من الفيديوهات التي رأيناها، هل هناك ربما قانون يؤطر هذه العملية، خاصة أننا نتحدث الآن عن لجنة وزارية، هل هذه اللجنة الوزارية متاحة كل يوم ترسل من أجل حماية هذا النوع من السكنات أو مراقبة هذا النوع من السكنات؟ لا، بالنسبة لهذا أقول بأنه الآن لأنه نقف على الإشكال
الإشكال، لأنه الإشكال في وقت سابق أختي الكريمة كان هناك إجراء استعجالي انتقدناه منذ سنة 2010، كان إجراء في ضمن قانون الصفقات العمومية، وهو استثنى أو تم تحييد دور الدراسة الناضجة المتأنية، وأسندت المشاريع إلى المقاولات دراسة وإنجاز، وهذا أمر غير معقول. لا يستطيع المقاول أن يكون مكتبا للدراسة ويكون مقاول للإنجاز، والمقاولة تمارس هذا النشاط الربحي. الآن القوانين موجودة، لأنه حذرنا فيما سبق بأنه ما تم إنجازه سيكون خطر بالنسبة إلى السنوات القادمة. الآن الخطر ما ظهرش بعد سنوات، الآن عند الاستقبال نشاهد يعني العيان بناءات مهترئة وكأنه أصابها زلزال. هذا الأمر خطير جدا، والآن يتعلق بسلامة المواطنين. الآن كيفية تقييم هذا الضرر بالنسبة إلى عين السفرة كانت النقطة التي أفاضت الكأس. الآن الإشكال هو إشكال وطني، يمس 1541 بلدية، يمس 48 ولاية، يمس كل المشاريع التي ممكن لا نستطيع عدها، هي مليونيات من السكن. فلهذا الآن وجب الآن الوقوف على الحقائق على الأقل لمعالجتها لتفادي وقوع ما هو أعظم وكارثي، وهي حالة المواطنين. أستاذ جمال شرفي خبير في الهندسة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات التي تقدمتها.